فقرة هل تعلم اليوم هي أحجام التعاملات بالفوركس. طبعاً الكارنسي تريدينج أو تعاملات الفوركس اليومي تصل حجمها إلى كبير جداً، وصل 5 تريليون دولار بال 2012 وكسر رقم قبل سقوط ليمان براذر اللي كان 4.7 تريليون دولار يومياً. طبعاً هالتداول اليومي مع الفوركس اللي سوق عملاك، البنوك المركزية بتشارك فيه، شركات السماسرة بتشارك فيه، البنوك التجارية بتشارك فيه، المحافظ الكبرى، الهيتش فاندز، صناديق التحوط كمان بتشارك فيه، وأيضا المستثمرين الكبار وشركات التأمين اللي عندها سيولة كبيرة جدا أيضا هي داخل السوق. طبعا هؤلاء أبرز اللاعبين الكبار بسوق الفوركس. بتذكر إنه بال 2012 وصل لهالرقم 5 تريليون دولار، كسر الرقم اللي كان عند 4.7 قبل سقوط ليمان براذرز. هيدا كانت فقرة هل تعلم مع الفوركس، طبعا فقرة جديدة بغير حلقة.